السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. النهاردة بقى علشان رمضان هنعمل عصير الحليب بالتمر والموز، بجد عصير تحفة مغذي جدا وهيرطب على قلبنا كده بعد الفطار، نشرب كوباية منه طبعا حلو قوي، أو على السحور ممكن تستغني عن السحور بكوباية من دي، بجد مغذية جدا ومفيدة ومشبعة. طبعا التمر انتوا عارفين كله حديد، والموز حديد، واللبن طبعا مغذي ومفيد كالسيوم، فطبعا ايه كوباية بجد خطيرة. يلا بقى مع بعض نسمي الله ونبدأ ونشوف عملنا العصير ده الحلو ده ازاي. اول حاجة بقى نبدأ بيها، انا جبت كيلو لبن او حليب حطيته في حلة كده على النار، هنغليه مع بعض وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. اول ما يغلي معانا نشوف هنعمل ايه. بص انا جبت اللبن شلته خلاص من على النار بعد ما غلي معانا، ومعايا كوبايه تمر او بلح اهو غسلاه كويس جدا، هحطه بقى على اللبن السخن كده واغطي عليه ياخد من حراره اللبن ويطرى شويه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا انت لو عندك البلح او التمر اللي هو بيبقى في المغلف في السوبر ماركت يبقى بلاش تعملي الخطوه دي، انما انا عشان البلح بتاعي ناشف شويه فانا هسيبه في اللبن كده يطرى، هغطي عليه بقى يا دوبك 10 دقايق بالظبط، وبعد كده بقى نشوف هنعمل في العصير بتاعنا الحلو ده ايه. بصوا حبايبي بعد ما سبته 10 دقايق تري، بص البلحه طريت كده ازاي. ما جبت بقى 3 صوابع موز على كيلو اللبن وقطعتهم كده، هنجيب بقى الخلاط بتاعنا نحط فيه بقى اللبن بالتمر كده ونبدأ بقى ايه نضربه مع بعض. بجد العصير ده حلو قوي ومفيد جدا ومغذي، زي ما قلت لكم بقى نعمله كده على الفطار او على السحور، بجد حاجة مغذية جدا ومفيدة. والناس اللي ما بتحبش تتسحر مثلا وتقول الأكل بيبقى تقيل وبيتعبها بالليل، ممكن كوباية من العصير ده تغنيكي عن السحور، حاجة كده حلوة قوي ومرطبة وجميلة ومفيدة، بالذات لولادنا بجد هيعجبهم قوي العصير ده. أنزل بقى بالموز بتاعي على اللبن والتمر واضرب بقى ايه كل العصير ده مع بعض. نجيب بقى الخلاط بتاعي كده واضرب التمر بقى مع اللبن والموز، هضربه بقى لغاية لما ينعم كده خالص. نغير كده بقى للولاد في العصير علشان يحبوه، عشان ما يزهقوش، مرة نعمله لهم كده بالتمر مرة بالتمر والموز، هيعجبهم قوي وهيغذيهم ان شاء الله. انا كده خلصت بقى اصفي العصير بتاعي، هنصفيه كده بقى عشان بيبقى فيه قشر كده ممكن يشرق اطفالنا، فبلاش منه، نشيله خالص، نصفي العصير كده خالص بمصفى كده سلك ويبقى جاهز معانا احلى عصير، حاجه كده مغذيه ومفيده جدا. جربيه كده للولاد ان شاء الله هيعجبهم، اعمليه بقى على الفطار اعمليه على السحور زي ما تحبي. خلص بقى صف العصير كله كده بالشكل ده، في حاجة بقى نسيت اقول لكم عليها معلش، انا ما ضفت السكر خالص لان التمر بتاعنا زي ما انتوا عارفين ان هو بيبقى مسكر، فانت حابة تضيفي سكر انت حسب رغبتك بقى، لو بتحبي سكر زيادة ممكن تضيفي، ممكن تضيفي معلقة عسل نحل، بجد هتدي قيمة غذائية حلوة قوي. بصوا ده القشر اللي طلع من العصير بتاعنا، هو ده بقى انا ما بحبوش فبضطر اصفيه كده عشان مثلا لو طفله هيشربه ما يشرقهوش. كده خلاص العصير بتاعنا جهز، جهزت بقى الكوبايات بتاعتنا اللي هنصب فيها العصير، بص طالع شكله تحفه قوي، حاجه كده حلوه ومغذيه. صب بقى العصير، وزي ما قلت لكم لو حابه بقى يبقى مسكر شويه ممكن تضيفي معلقه عسل نحل، بجد بتبقى بتدي قيمه غذائيه حلوه قوي، بس انا عشان ما بحبش الحاجه مسكره قوي فما ضفتش ولا سكر ولا عسل، هو كده حلو قوي وتمام قوي. صبه كده بقى في الكوبايات
يبقى عملنا معانا عصير حلو قوي للفطار، بجد حاجة تحفة ومغذية. وبكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب بقى ينال اعجابكم واكون خفيفة على قلبكم. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت لايك كتير بقى يا حلوين، وشير لكل اصحابكم. ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي باي.